السلام عليكم. مخزنين 40 بالأقيلة، وهذا اللي هو السيك ساور عيار 22. هذا المخزن الأول، نركب المخزن الثاني. المخزن الثاني ولعلك 40 طلقة. هذه الآن السبطانة بعد الرماية، شوفوا شلون شكلها. السبطانة هذه فوهة السبطانة سليمة ما فيها أي شيء ولله الحمد. وهذه السبطانة من جوه ما شاء الله زي ما تشوفون.